أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا بيروت يوم الاثنين 20 من أيلول 2021. يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل كلمته في مجلس النواب: من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس والقهر انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة هذا الظلام الدامس. لكن كان حريا بالمجلس النيابي الذي ينوي منح حكومة معا للإنقاذ الثقة أن يضيء قاعة مجلسه الدامس قبل الدخول بالكلام الشعري والمطولات. من أولته يصعب أن نعتمد على ثقة مجلس النيابي، أعجز من أن يتأكد أن توافر شروط عقد جلسته قائمة، فكيف له أن يتأكد من توافر المسلمات في بيان الحكومة الوزارية؟ سلسلة عناوين رنانة أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أكثر من نصف ساعة من التأخير لتأمين المازوت والمولد الكهربائي والتيار نفسه لتبدأ بعدها جلسة الثقة. لجم الانهيار الاقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي ومعاودة المفاوضات مع الدائنين هي قوام حكومة معا للإنقاذ بحسب رئيس حكومتها دائما. هل الطموح واسع جدا أم أن البيان الوزاري أتى على قاعدة الحكم على جمرك؟ تفنيد في فصول وعناوين البيان الوزاري السياسية عموما والاقتصادية والمالية خصوصا أناقشها وضيفي في الاستوديو الصحفي والكاتب في موقع 180 بوست منير يونس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا مرحبا. استمعنا اليوم إلى البيان الوزاري بعد البهدلة اللي شهدناها من انقطاع التيار وعدم تأكد من أنه كل المقومات لبدء هذه الجلسة قائمة. أولا ثمة ما يقول أنه هي نظرية مؤامرة وما يعتبر أنه ما حصل ليس بريء. كيف تقرأ انقطاع الكهرباء اليوم والتأخر في بدء هذه الجلسة؟ أول شيء بدنا نعبر عن تضامني معك بقضية القصر الجمهوري. شكرا. هذا حق علينا كإعلاميين. شكرا. مش لازم نتنازل عنه أبدا. شكرا. فكل التضامن حتى لو كان القصر الجمهوري يعني. شكرا. بالنسبة لانقطاع الكهرباء باليونسكو ما عندي تفاصيله، بس انه يعني هذا مؤشر على الحالة المتردية اللي وصلنا لها. يعني كل يوم في مؤشرات ملايين اللبنانيين عايشينها، فخليهن يعيشوها 5 دقائق عادة يعني، سواء كانت مدبرة او غير مدبرة، بس ما حتنطلي علينا اصلا يعني، حتى لو كانوا هن مدبرينها ما حتنطلي علينا. بس اكيد هذا مؤشر على الحالة المزرية اللي وصلنا لها بكثير قطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء لا شك. ولكن ما هي الصورة التي حاول اليوم المجلس النيابي نقلها إلى العالم، خصوصا أن هذه ليست جلسة عادية، هذه جلسة نيل ثقة لحكومة بعد 13 شهر من عدم وجود حكومة في لبنان، وبالتالي هي متابعة من الجميع. ما هي الصورة؟ هل يحاولون الاستغاثة بشكل ملتوي؟ خلينا نقول هلأ أنا سمعت جزء من المداخلات، ما كلها، قريت البيان الوزاري. يعني هو أنا في سميه بيان التحايل على الأزمة، لأنه واضح أنه من بنوده ما في أول شيء تشخيص واضح للأزمة، وما في حتى حلول مقنعة، هي عبارة عن عناوين عامة. فهذا البيان الوزاري هو بيان التحايل. هل حيكون مهمة هذه الحكومة التحايل على الأزمة من الآن حتى الانتخابات؟ هذا المرجح. أنا برأيي المرجح أنه حيتحايلوا على الأزمة ببعض الضمادات الموضوعية الخفيفة غير المعالجة لجذر الأزمة، لأنه الوقت ضيق من هون للانتخابات. وحنشهد بعد بالأشهر اللي جاية كيف حيحتدم النقاش حول بالحملات الانتخابية، وكيف طبعا حتستخدم العناوين نفسها هيدي أو غيرها ستستحضر من طرف أو من آخر لتثبيت مواقعه أنه هو كان الأصح وأنه هو كان الأقرب للناس وإلى آخره، علما أنه من 90 لليوم تقريبا كل اللي موجودين بالحكومة حاليا كانوا ممثلين بشكل أو بآخر بالحكومات المتعاقبة. فهلا جايين ياخذوا الثقة. أول شيء بقى نحن جيلنا نسي شغلة مهمة بالممارسة الديمقراطية، وقت بيكون في ثقة في أداة دستورية اسمها الاستجواب. يعني بعد كذا شهر دور من المجلس النيابي بالضبط بيجي النواب بيقدموا أسئلة لوزير ما قصر أو أخطأ أو كذب أو سرق أو whatever يعني. فبيقدموا له أسئلة برلمانية، وإذا كانت الأجوبة غير مقنعة بيقدموا استجواب. ثم بيقدموا طرح ثقة
بالوزير نفسه من التسعينات لليوم هذا ما حصل. شو بيعني؟ بيعني أنه ديمقراطيتنا التوافقية المزعومة لائتلاف الطوائف هي تعطل الديمقراطية. ألا يعني أنه مجلس النواب نفسه تخلى عن مهامه ودوره الأساسي؟ دوره الأساسي هو الرقابة. نعم. ألا يعني ذلك أنه هو بقرار من التسعين لهلأ استغنى عن دوره لمصلحة هذا التوافق والمحاصصة؟ المجلس النيابي مش استغنى عن دوره، لبل تغول على أدوار أخرى، حصل تغول القضائية مثلا، قضائية وحتى بالسلطة التنفيذية. يعني وقت اللي بده بيمارس السلطات التنفيذية وبيضغط الحكومة، وقت اللي بده بيقول خلي الحكومة تجتمع ونحن ما خصنا. يعني بمعنى آخر، مثلا خلينا نشوف تصريحات النائب كنعان، إنه هو قدم وعمل واستجوب وحقق وكذا. طيب ما مجموعة لجنة المال والموازنة بالضبط، يعني المجموعة اللي أنت بتمثلها كانت بالحكومات، يعني أنت مين عم بتخاطب؟ كانوا حاضرين بكل الجلسات بالضبط، مين عم بتخاطب عمليا؟ يعني ما فيك تبري دمتك تقول نحن عملنا وسوينا وحققنا وحطينا إيدنا على هذا الملف وعلى هذا الملف، وعلى الحكومة هي ما نفذت ولا استجابت ولا ما. انت ممثل فيها يعني تقريبا من ال 15 سنه تيارك وكل ائتلاف الطوائف هذا المزعوم، يعني بالديمقراطيه التوافقيه اللي وصلتنا لهون، كلكم ممثلين. فبالتالي اليوم المجلس النيابي ساعه اللي بده بيتبرى وساعه اللي بده بيكون رقيب على الحكومه، لا، في خلط للادوار غير حميد على كل المستويات. في تغول من المجلس النيابي على السلطة التنفيذية، على القضاء، ربما أحيانا على قطاعات أخرى. يعني في ببساطة عدم فصل سلطات. بالضبط، بكل بساطة شوربة. يعني نحن بحالة شوربة بالمؤسسات الدستورية بين مزدوجين، هل هي مؤسسات دستورية أو هي نتاج توافقات زعماء الطوائف؟ سؤال جوهري. تماما. قبل أن نفصل في الشق الاقتصادي المالي تحديدا في هذا البيان الوزاري اللي هو الشق الأساسي، لأنه طبعا يعني هو عم بيقول البيان الوزاري، عم يقرأ البيان الوزاري رئيس الحكومة، قال أنه رح بلش بالمسلمات، بمعنى النصوص الشعرية اللي بتكون موجودة بكل البيانات، ولكن كان لافت بدء هذا أو استهلال هذا البيان الوزاري بالقول أنه من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر انبثقت هذه الحكومة. نعم. هل برأيك فعليا هي انبثقت من أوجاع الناس أو أتت لتلتف على الناس؟ هي انبثقت من طمس أوجاع الناس. لو هي فعلا من أوجاع الناس كان يفترض الناس اللي نزلت بالشارع، عدد منها من جمعياتها من اللي مثلوا الحراك والانتفاضة، كان على الأقل جابوا وزيرين ثلاثة. يعني هيدي الناس اللي انتفضت ب 17 تشرين هيدي وينها؟ يعني اجت هيدي الحكومة لتضمد آلام مين؟ ما هيدي الناس اللي نزلت على الشارع. البعض يقول في هذا الإطار أنه ما إذا الناس هي استغنت عن دورة بالشارع، نحن بدنا نروح صوبهم، نحن بدنا نمد الإيد، إذا هن ما يعني ما على صوت الناس، يعني حصل تخوين ورصاص بالعيون وكذا. خلينا ما ننسى يعني وحصلت كورونا، يعني أكيد حراك الثورة ما كان ناضج، وكان في مراهقات كتير، وكان في مراهنات في غير محلها، وقد ما بدك يعني في كلام عن الـ NGOs والمجتمع المدني صحيح، ولكن أنت وأنا بنعرف أنه في صلب المعاناة لازال موجود في الشارع، نحن كصحفيين منشوفها ومنحسها كل يوم. حتى لو كانت هذه الجماهير منتمية لأحزاب أو تيارات بشبكات زبائنية و القيد الطائفي ولا آخره، بس ولكن في معاناة حقيقية. هلا إذا بدك نسردها، إذا كانت من رحم الآلام، إنه يعني اللي جابوهن هودي من رحم الآلام، يعني اللي جابوه من باريس واللي جابوه من بانك واللي جابوه من الكويت واللي جابوه من فرنسا، يعني كمان يعني توافق على القول إنه هذه هي حكومة نجيب ميقاتي ورياض سلامة؟ بالضبط، هي حكومة نجيب ميقاتي ورياض سلامة ونافذين آخرين عطوهم هالكريدت حتى يحافظوا على نفوذهم ومواقعهم، لعل وعسى نجيب ميقاتي يعني يستطيع ان يخرق جدار صوت المساعدات الدوليه. هلا هذا رهان كلهم عم يعني شايفينه نقابه قوسين او ادنى، نحن بنعتقد انه هو اصعب مما عم يعتقدوا لاسباب عديده. يعني طيب، بما انه الاسباب الاساسيه وايضا حتى المساعدات الدوليه التي يعول عليها لانتشال هذه الحكومه، لانه اذا في من عملية إنقاذ هي لهذه الحكومة وليست للناس، فبالتالي رح فوت معك على الشق الاقتصادي ونرجع نحكي بالشق السياسي وتحديدا الانتخابات. يعول رئيس الحكومة أولا أنه قبل حتى نيل هذه الحكومة الثقة في الحقوق الخاصة للبنان بصندوق النقد، أنه تم أو SDRs أنه تحولت إلى لبنان، وعلى قاعدة أنه شوفوا بلشوا يجي المصاري ونحن بعد ما نلنا الثقة.
ما مدى دقة هذا يعني محاولة تصوير المشهد أنه لأنه حكومة نجيب؟ هذه ديماغوجية. أول شيء مش لحالنا إجينا مبالغ، هذا شيء عالمي ويعني من حظ لبنان. بس هو نسي شغلة، ما كان حاكم مصرف لبنان عم بيقول أنه الاحتياط الإلزامي لا يمس والتوظيفات الإلزامية. طيب إحصاءات أول سبتمبر بتقول أنه صارت تقريبا 13 مليار، يعني نزل عن رقم 14. فبالتالي المليار اللي إجا بالكاد يعوض عن التوظيفات الإلزامية. بالضبط، هو كان عم يقول بدنا نلتزم ب 15 وحررنا مليار للبنوك لتوزعه بالتعميم 400 400، فنزل لل 14، نزل الاحتياط الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية من وبشحطة قلم يعني عمليا. اليوم نحن عم نحكي 13 مليار أو أقل، ثم نضيف عليهم مليار من صندوق النقد، رجعنا لل 14 مليار. انه شو القصة العظيمة؟ يعني نحن نروح مكانك، يعني هودي ما حيعملوا شيء مهم. قبل ما اكمل بموضوع صندوق النقد، قد ايه بتعتبر انه حقيقة الرقم الذي يقول او يصرح عنه حاكم مصرف لبنان هو الرقم الدقيق لجهة التوظيفات الإلزامية؟ هل تثق؟ من يعلم؟ ما حدا يعلم، انا بأكد لك. حتى يعني أولي الأمر بالبلد عندهم فكرة، بس ما عندهم حسابات مدققة. أول شيء ولا ينشر حسابات مدققة نهائية، بينشر أرقام هيك كلية وأنت روحي شوفي إذا فيك تستنجي منها أو لا. لا لا، ما حدا في يدعي أنه فعلا في بمصرف لبنان اليوم 13 أو 14 مليار دولار كاش. طبعا هو ما بيحطهم عنده، قد يكونوا ببنوك مراسلة، بس أنه في من يجزم أنه هذه المبالغ موجودة. نحن علينا أن نتمنى أنه تكون موجودة، بس نخاف كثير إذا كانت أقل من هيك، وربما هي أقل من هيك. تقديرك أنها أقل؟ إجمالي الخبراء الاقتصاديين والماليين والنقديين بيقولوا هي أقل من هيك، بس نحن ما علينا إلا نأخذ أرقامه طالما ما في غيرها يعني. لذا التدقيق الجنائي على الأقل، على الأقل ممكن يعطينا رقم عما هو موجود من شيء سائل قابل للاستخدام أو كاحتياطي في مصرف لبنان من العملات الأجنبية. هلا إذا ما نحكي عن التدقيق الجنائي، هناك أكثر من علامة استفهام، وثمت ما يعتبر إنه صار لازم، نحن صار بدنا تدقيق جنائي مش من التسعين لهلا، نحن بدنا تدقيق جنائي بس من بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين وإغلاق المصارف لأبوابها ولهلا، لأنه من بوقتها كمان صرف قد مبالغ. أعطيك رقم واحد طائلة. بس أعطيك رقم واحد بس، يعني في طبعا بدنا تدقيق جنائي من 17 تشرين. الحالة الترقيعية اللي لجأوا لها اللي هي رشوة الناس بما يسمى الدعم، طبعا تركوا الليرة توقع ورشوا الناس أو أوهموها برشوة الدعم. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمقابلة CNN قال أنه 24% فقط استفادوا منها اللبنانيين. تمام، يعني عم نحكي عن رقم 15 مليار، أربعة ربعه راح لأصحاب الحق من الناس الفقراء، وثلاث أرباعه راح تخزين وتهريب. طيب عم نحكي عن قديش تقريبا؟ أكثر من 10-11 مليار، صح؟ صحيح. ما يستحقوا تدقيق جنائي؟ حقول لك أكثر من هيك، سهل فيهم تدقيقها، لأنه في 30 شركة فقط التي حظيت باستيراد النفط النفط والأدوية والسلة الغذائية. 30 شركة معروفين، بين 27-80 شركة معروفين تماما، وزارة الاقتصاد تعرفهم. أصلا مدير عام وزارة الاقتصاد من فترة قال فيما خص السلع الاستهلاكية الجارية هن 8 شركات بس بيأمنوا 70% من الحاجات. يعني معروفين. طيب إذا ربع الدعم راح للناس الفقراء، ثلاث أرباع راح بمتاهة التخزين والتهريب، ألا يجوز أو ألا يعني يحق لنا نطلب تدقيق بهود العشرة مليار وهن معروفين؟ ها 30 شركة، ثم لمين بيبيعوا، ثم مين بيخزن، ثم لمين بيتبعوا كل واحد منهم؟ طبعا هن معظمهم ما محسوب على حدا، على قاعدة الستة وستة مكرر. طبعاً هذه معروفين أصلاً الشركات اللي عم تاخد تراخيص استيراد بتتاخدها بالتوازن الطائفي. طبعا أكثر من هيك، في شركات سجلت بوزارة الاقتصاد لاستيراد مدعوم، وقت الوقف التسلل الغذائية بطلوا موجودين بالقوائم. على كل حال هذه بعدوا موجودين بالقائمة الاستيراد يعني. والأسوأ أنه هذه المعركة، يعني اليوم بس نقول أنه أو بس يسألوا وين البديل ومين بده، هذه معركة قائمة من السبعينات، من وقت حكومة الشباب سميت آنذاك. وبالتالي غير مفاجئ أنه أولا المحاصصة قائمة، الوكالات الحصرية والشركات المحتكرة. وهذا قرار متخذ. ما الذي سيختلف؟ من تركيب ما الذي سيختلف؟ ما الذي سيختلف؟ طبعا انه بطل في مصاري بس. ايه هلا طبعا يعني في يمكن اقول كلام انا ما يعجب كثير ناس، مش مهم تفضل. اذا حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الالم والوجع والتقشف اللي حيحصل،
إذا اضطروا يروحوا لصندوق النقد، وإذا فعلا صندوق النقد الدولي أجبرهم على روشيتا يعني كما الوصفة، بعتقد هي قد تكون فرصة تاريخية أنه تتصحح الأوضاع شوي. أول شيء أوضاع مين تحديدا؟ أوضاع القطاعات المهيمنين عليها طبعا، ما في إصلاح لعدد من القطاعات، وبالتالي عم بتقول بس ما يعجب الناس هو ما يعجب هذه الطبقة السياسية. لا، لأنه الناس حتتلقى التقشف. الناس ولكن الناس اليوم ما نحن، وهذا الشيء اللي أصبح شوي متعارف عليه، أنه معروف أنه في وصفة خلينا نقول بين هلالين لصندوق النقد بتطلب كثير من الإجراءات القاسية والموجعة على المجتمع نفسه، ولكن ما نحن في قلب هذه الإجراءات المجحفة اللي بدون نتيجة. هقول لك اليوم بعد يعني من الحراك لليوم طورت الأمور تقريبا سنتين عم نحكي، صندوق النقد أصبح أرحم للبنانيين من هذه الطبقة السياسية. تماماً. هو شيء وقت صندوق النقد بيحكي عن شبكة حماية اجتماعية، من أول التفاوض مع صندوق النقد عم يحكي أنه لازم تعملوا شبكة حماية اجتماعية. يعني هني عارفانين من أيام حكومة حسان دياب، يعني من سنة تقريباً. طيب وين البطاقة التمويلية؟ وين الكابيتال كنترول؟ وين الكابيتال كنترول؟ طيب صرفتوا هدرتوا هني انتوا عم تقولوا هدرنا 10 11 مليار على الدعم. طيب كان يكفي منهم مليار ونص لشركه حمايه اجتماعيه بين 150 و200 دولار وبلا كل هذا الهدر اللي صار. لا، اختاروا يصرفوا الدولارات لجماعتهم وانه ربعه بيروح للناس المحتاجه وثلاث ارباع بكيشوه هن. سافصل قليلا هيك ما نضل عم نحكي بالعموميات، نفوت شوي اكثر على تفاصيل الامور. أولا في نقطة أساسية اللي هي مرتبطة بالSCRs اللي سألتك عنهم اللي وصلوا المليار ومئة مليون تقريبا. كيف لنا أن نعرف أو أن نتأكد كيف سيتم إنفاق هذه الأموال إذا صندوق النقد نفسه ليس رقيبا على هذه الأموال؟ أنه بس يقول رئيس الحكومة أنا بأكد لكم أنه ولا قرش رح ينصرف بغير محله، ولكن اللافت أنه قد يكون محله بالنسبة لهم غير محله بالنسبة للناس. من رئيس ميقاتي مع احترامنا له يعني من تجارب الخليوي والقروض السكنية المدعومة والآخرين، شوف يضمن هو أكيد لا شك اليوم نحن تحت المجهر الدولي. هلا بتقولي لي انه المجهر الدولي خذ وخلي قد لا يكون مهم، ما عندنا ادوات مهمه نراقب مصرف لبنان. اذا هيدي الدولارات حتفوت على مصرف لبنان فاتت، مش اذا انت وانا ولا ويمكن ما حدا عنده قدره يعرف كيف تنصرف الا هو والبوطه اللي لطالما قعدوا صرفوا تاريخيا كيف تنصرف. بس هن اليوم محشورين عمليا. هلا يعني لماذا؟ أول شيء جاي الانتخابات، فلابد من يعني لازم يسرعوا البطاقة التمويلية، صاروا محشورين فيها. بعدين راحت ثلاث أرباع الدعم عن الأدوية، فاليوم في ناس مكشوفة. في الصرف على كورونا لازم يستمر. في موضوع التغطية أو تهدئة غضب الناس بس يروح دعم البنزين، يعني هن عمليا ما تفترضي أنه هن اليوم يعني مرتاحين كتير. لا مش مرتاحين، هن يفترض من هون للانتخابات يبتدعوا شيء زبائن جديد من هالمليار أو من غيرهم يعني. ومن ضمن البطاقة التمويلية. نعم، وأنا صرت من الناس اللي عم بيقولوا لك خلي يوزعوها بأي طريقة، يعني أنه في خوف يوزعوها على المحاسبين كمان يعني خلي يوزعوها، خلي الرش بيعمل سقسقة في كل مكان، وفليكن إذا في 500 ألف أو 700 ألف عائلة يعني تقريبا هي غطت جزء كبير من المحتاجين. طبعا اليوم المحتاجين لبنان هني مليون أسرة، عم نحكي عن مليون اليوم، ما خلينا نكون واضحين، وال560 أو 565 وهن رفعون شوي لل700 ألف. نحن عم نحكي عن مليون عائلة. أسرة اليوم أصبحت حسب إحصاءات الإسكوا بدائرة الفقر المدقع أو الفقر بالتعريف الواسع للكلمة متعدد الأبعاد، يعني فقر مع نقص بالرعاية الصحية، فقر مع نقص بالكهرباء، فقر مع نقص بالمدارس والآخرة. فالفقر المتعدد الأبعاد نحن صرنا نحكي عن 80% من السكان أو مليون أسرة تقريبا، فهن اللي الباقيين ميسورين بالبلد هن 20% من الأسرة. أستاذ هنا هلا باللي عم تتفضل فيه لفتنا شيء جدا سريع، أنه نحن مع بدء هذه الأزمة الحقيقية يعني الانهيار
كنا بالأول عم نحكي عن نحو 250 ألف عائلة، رجعنا صرنا عم نحكي عن 540 ألف عائلة، رجعنا طلعنا لل 700 ألف، هلأ وصلنا للمليون. هذا الأمر وبكل هذه الفترة طبعا من دون أن تقوم هذه السلطة السياسية بأي إجراء لتخفيف من وطأة هذه الأزمة، ألا يعني هذا ويدل بالأرقام أنه خطة تفقير الناس هي خطة ممنهجة؟ هيدا الشيء اللي عم يعملوا، نحن بنطلع على الإعلام بنصور أنه هن ما عم يعملوا شيء. لا فعليا تستنتج مع هذه الأرقام وكلها أرقام مستندة للأسكوا أنه لا هن عم يعملوا. لا هو في تقرير قبل الأسكوا للبنك الدولي كمان اللي وصف أزمة ثالث أزمة توب 3 بالعالم، هو قال متعمد البنك الدولي عم يقول انه بنك الدولة اللي هو صاحبهم اللي بيقعدوا معه والهودي الاوليغارشية المالية بيعرفوا بيفهموا مع بعضهم ما قدر الا قال انه اللي عم يعملوه متعمد. شو يعني متعمد؟ تركوا سعر الصرف ينهار، حبسوا الودايع وعم يصرفوها على 3009 وبالقطارة، وتدرجوا بإلغاء الدعم. مش هيك صارت؟ صحيح. يعني كنا بربع السكان فقير، ثم نصهم، ثم ثلاث ارباعهم. هذا بموازاة شو؟ بموازاة ثلاث اربع شغلات اللي حكيناهم، الليرة عم تنهار، الدعم تدريجيا عم يختفي، والودائع عم تنحبس اكثر واكثر، وعم تنصرف على سعر صرف ليره متدني. ايه عملوها بشكل متعمد. ليش؟ حتى يخففوا الخسائر، ولكن اطفاء الخسائر. اليوم كل الكلام انه عملوا هيك ليخففوا الخسائر، بس انا حاعطيك رقم واحد يبدد تقريبا هذا النظريه. ايه كل اللي قدروا عملوه اليوم من الودائع الدولاريه، طبعا الودائع الليره محلوله، سلامتك. ودائع الدولار طبعا قبل ما نقول انه قديش هي يعني الباقي منها، هي لازم نقول هل هي حقيقيه او لا، لانه هي تراكمات فوائد، فهذا بحث طويل عريض يعني. طبعا هي في تراكم، في ضمن فوائد اصحابها لا يستحقوها او على الاقل طبعا وقت بتوصل لل 40% اكيد بتكون غير مستحق. بس خلينا نسلم جدلا انه كانوا 126 127 مليار عشية، حتى الأزمة. البعض كان يقول انه كانوا 173 بالدولار. لا ما كانوا بالدولار. كل الودائع. ايه عشية الأزمة بعد ما سنة 2019 كان بلش التراجع. الأزمة بلش من 2011 تقريبا. ب 2019 كنا كل شهر عم نشوف ودائع الدولار عم تتراجع، ما فيها نمو ولا بل عم تتراجع. عشية الأزمة خلينا نقول سبتمبر يعني أيلول مثل هيدا اليوم كانوا تقريبا 126 127 مليار دولار. نعم. اليوم باقي منه 105 او 106، عمليا قديش ذوبوا هن؟ 22 مليار كحد اقصى. هاي عمليا هن 15% من الاجمالي. اذا كفوا هيك بدهم 13 سنه. بتعرفي شو يعني 13 سنه من البؤس والحرمان اللي نحن عم نعيشه هلا؟ المتعمد اللي عم يعملوه كارثه اذا استمر على النحو اللي هن مكفيين فيه. بس استاذ منير، ما هيدا بما انك تطرقت قبل شوي لموضوع تقرير البنك الدولي، يقول البنك الدولي وبيعتمد معدل انه نحن بافضل حالاتنا، يعني اذا مشينا تشيربو طلوع من هذه الازمه بدنا 16 سنه. هيدا البنك الدولي اللي كان متفائل وحاطط معدل، يعني هو قد يكون اكثر بكثير من هيك. هو حسبتها بسيطه، هو راح، انا اعطيت مؤشر الخسائر اللي هو 13، هو راح على مؤشر الناتج، قديش كان الناتج عشية الأزمة افترضي 55 مليار وقديش هو اليوم. فإذا بدك تعملي معدلات نمو بحدود 3-4-5% بدك بين 13 و19 سنة لترجع إلى الناتج اللي كان اللي كنت عليه. خلينا نبسطها للناس، الناتج اللي هو متوسط دخل الفرد. يعني شو كان متوسط دخلك عشية الأزمة وقديش نهار، حتى ترجع لمتوسط دخلك عشية الأزمة. إذا ما انعمل إلا الحلول اللي عم يعملوها الشباب، إيه بدك بين 13 و19 سنة. بس هل هذا قدر محتوم؟ هل لازم نسلم إنه إيه هيك؟ لا مش لازم نسلم. هلا طبعا هذه الحكومة مسلمة على فكرة. طبعا ما هلا ما هون رح خلينا ندخل بما انه عم نحكي عن هذه الحكومه. عندما يقول باول او باولويات هذه الحكومه استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق على خطه دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذيا قصير ومتوسط الامد ينطلق من خطه التعافي بعد تحديثها مع المباشره بتطبيق الاصلاحات. ابدا بالعكس، خطه التعافي الاقتصاديه فجئ، تم تفجيره بكل ما للكلمة، يعني على سيئات حكومة حسن زاب تقول أنه حاولت تعمل خطة راحت فيها على صندوق النقد. طيب على أي أساس سيعود رئيس نجيب ميقاتي إلى هذه الخطة، علما أنه رئيس نجيب ميقاتي جزء من هذه المنظومة السياسية، وبأول حلقة كمان حضرتك وافقت على قول أنه هي حكومة رياض سلامة ونجيب ميقاتي، وبالتالي ما إذا اعتمدوا خطة قد تكون الخطة التي تقدم بها المصرفيون
حقيقي بقى الجواب له علاقة بالشطارة اللبنانية. في معلومة اليوم هاليومين انه عم يسعوا يغيروا مسؤول ملف لبنان بصندوق النقد الدولي أرجنتيني، نسيت اسمه. هذا المسؤول ملف لبنان بالصندوق الذي وافق على خطة حسان زاد، وهو كان تقديراته الأرقام أعلى من هيك 117 مليون، وهو قريب لخطة لازار. شو عم يعملوا الشباب هلا قبل ما يشكلوا الفريق وكذا؟ انه بركي تغيروا لنا هذا. هاي اول وحده. شوف يا الشطاره اللي انا اذا بيطلعوا على على الورلد بانك بيقولوا له سروج فروج، ما بعرف يعني ما بستبعد صراحه. وبعدين اليوم شو عم فريق الرئيس مئاتي، طبعا معروف انه جنبه نقول نحاس اللي هو كان بلجنه تطيير الخطه التعافي تفجير الخطه. هلا شو طبعا في عنده نائب الرئيس اللي هو سعاده الشامي اللي هو كمان كان مع صندوق النقد. وفي يوسف الخليل هلا من مصرف لبنان، وعم ينحكى انه عمر البساط قد يكون معهم وكميل بوسليمان. فهي فيها كوكتيل هيك من ناس ضد الخطه وناس من قلب من قراب من الصندوق على طريقه الرئيس مئاتي. وبعتقد سريعا حيحصل خلاف بيناتهم اذا ما بلش اصلا، لانه بعتقد في واحد منهم زعل من يومين لاسباب مختلفه. في كوكتيل هلا ناس ما عرفوا شتة الصندوق، بيعرفوا دفتر شروط الصندوق. اعتقد انه الناس اللي اشتغلوا مع الصندوق مثل سعاده الشامي وعامر بساط رح يكونوا مع هذه الوصفه. لا إيه بالمنطق لا. إيه ولا ما هو حيتلبنن وقت بفوتوا على الدائره الضيقه. كله بيتلبنن. من يتلبنن؟ النائب رئيس بيتلبنن، قصدي بالطريقه اللبنانيه. من عم بسال مين بين عامر بساط وسعاده الشامي؟ بعتقد الشامي يتلبنن، عامر اخر همه والاخر بيشتغل ببلاك روك. ببلاك روك بس عنده مصلحه، لانه بلاك روك ماسكه سندات يعني لبنانيه، فبالتالي كيف يعني تعمل هركات على سندات انت بتعرف عنها؟ طبعا ما عم بتهمه اكيد. قد يكون هو يعني منزه اكيد، بس قصدي فيها اشكاليه بدها توضيح. اهم شيء هذه الدائره الضيقه مين فيها اساسي وبيست متراس يعني حجر زاويه؟ هو مصرف لبنان. يوسف الخليل. يوسف الخليل. طيب حنطرح سؤال من تجربة الوزير غازي وزني. غازي وزني كان صديقه لرياض سلامة، كانوا يروح لعنده باستمرار ويقعدوا دخنوا سيجار مع بعض ويستند لأرقامه لأسباب مختلفة. معروف علاقة غازي وزني برياض سلامة. وتلجأ وزير مال بأول شهرين صاروا بمطرحين مختلفين، صار غازي وزني يمتعد من رياض سلامة والعكس صحيح. وحصل ما يشبه الاعتكاف بعدين ثم الاستقالة. لماذا؟ لأنه غازي وزني قرر يمشي مع الحكومة اللي هو وزير مالها. هي بالضغوط السياسية على مين محسوب؟ بالشكل كان طبعا تاريخيا غازي وزني يروح لعند رياض على مكتبه. هل شفنا رياض إجا على مكتب غازي وزني؟ أبدا. بالشكل هل اليوم حنشوف بالشكل رياض سلامي يجي على مكتب يوسف خليل؟ بالشكل هو بتعاطى مع أولياء الأمر. رياض سلامي يتعاطى مع يعني البباصات تبع هودي. انه شو بس وزير المال حيكون بمواجهه المستشفيات والمقاولين والجيش والمدارس والنقابات والسواقين شيك. رياض سليم هودي كلهم اخر همه. مع مين بتعاطى؟ بتعاطى فوق مع الزعماء. مع الزعماء. فبالتالي هل تغير المشهد؟ هذا السؤال. زاد سوءا بعتقد المشهد. هلا طبعا فينا نقول لا حول لا ولا، لانه نحن فشلنا، الحراك فشل وما في سبيل عمليا الا هيدي الحكومه بافضل الممكن لعل وعسى. طبعا مش عم نعطيها الثقه، بس قصدي اقول لك انه شو عندك خيار؟ شو عندنا خيارات؟ نحن عندنا خيارات انه نراقبهم ونشوف لعل وعسى يعملوا شيء، بس نحن عم نقول انه هي مفخخه. وكل هيدي اشكال الوزراء اللي شايفتيهم الشباب اللي مش عارف منين جايبينهم مش مهمين. في هيدي الدائره الضيقه بين اللي عم تتشكل بين رياض سلامه ونجيب مئاتي وطبعا يوسف خليل ومن يمثل، هي هذه شو عم تقرر للحل الجذري للأزمة المالية. ثمت هلا عندي تعليق. اولا في مخص الحراك، يعني دائما القول انه فشل هذا الحراك، يمكن اذا بدنا نقول فشل بتقديم بديل جدي، ولكن لا يمكن كمان تحميله اكثر لا مش عم حمله، بس انه نحن حاولنا. ولكن المجتمع المدني حاول. طبعا المجتمع المدني ما له تعريف على فكره يعني، بس انه هالمتفرقات حاولوا وما قدروا دخلوا ببوتقة ولا عملوا مشروع، يمكن نتج يعني اللي أسسوا شرب النحاس وغيره. مواطنات يعني شايف كتير شيء شبيه مثله يعني. فبالتالي اللبنانيين
اتضح كمان يعني انه هن بعدهم مرتبطين بالشركات الزبائنيه الطائفيه، يعني حتى نكون حتى اللي نزلوا على الحراك بلحظه ما رجعوا على بيوتهم ورجعوا فاقوا انه هن مرتبطين بشبكات الزبائنيه الطائفيه، يعني مرتهنين بمكان اخر. طيب بهذه النقطه تحديدا السؤال هو التالي: كيف ستذهب هذه الحكومة إلى صندوق النقد؟ بأي شكل وبأي خطة؟ هل الهدف من توجه اليوم إلى صندوق النقد هو بخدمة الدائنين أي المصارف وطبعا ليس بخدمة الشعب؟ طبعا توجه واضح، طالما في وزير مال اسمه يوسف خليل هلا ومرق، إذا انتبهتي بالبيان الوزاري مرق جملة كتير خطيرة إصلاح لا عم تمروا على اللبنانيين بشكل ما بعرف كيف عم تمروا في مرقت جملة تنفيذ الخطة الاقتصادية مع مصرف لبنان. هل تحول مصرف لبنان لجهة تنفيذية؟ مصرف لبنان أو البنك المركزي هو مستشار للحكومة، لا ينفذ سياسات. هذا الخلط غير الحميد اللي قلنا سنين عايشين فيه، انه مصرف لبنان ينفذ سياسات اقتصاديه ويدعم قطاعات، ذلك لان الحكومه تخلت عن مهامها ببساطه. ايه بس هي مش شغلته، مش شغلته، بس وقت الحكومه هي تكون عم تتخلى عن مهامها وتقول له مشي لنا السياسه الاقتصاديه والماليه والنقديه بالبلد، اكيد بده يعتبر حاله الحاكم بامره. فاذا الجواب عندك، يعني نحن اليوم فينا نتوقع شو بده، كيف حيكون مقترحات الحلول اللي هي حتكون ما أراده مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة نسبيا صح. ولكن رهاننا، بعدني عم أقول لك، بطل الرهان على الحراك للأسف، أصبح الرهان على صندوق النقد. شوفي قديش نحن يعني صرنا يائسين، عم نراهن انه صندوق النقد بيقول لهم لا هيدي ما بتمشي. طيب بس بالاخر بدنا نكون كثير واقعيين، انه صندوق النقد ما يعنيه بالاخر، يعني رغم كل التحسن اللي صار وانه صار ياخذ بالنظر الوضع الاجتماعي لهذا البلد وليس عمليه حسابيه دفتريه، بس بالاخر هو همه انه الارقام عنده تزبط ويصير في هدول اصلاحات. كيف؟ على حساب مين؟ ليش؟ خلينا نوضحها، همه يسترد القرض. يعني هو حيقرضهم مش هيك؟ طبعا حيعطيهم القرض البريدج بسموه، القرض الجسر، اللي هو بيعطيهم شهاده حسن سلوك. اول شيء بيتفاوضوا مع الدائنين تبع اليورو بونز، وبعدين بيروحوا من المجتمع الدولي. هن مضطرين، بدهم شهاده حسن سلوك هذه. طبعا وبدهم هذا القرض الجسر اللي ياخذوه 3 4 5 مليار مش معروف قديش لحد هلا يعني. بس الصندوق بهمه انه يسترد القرض صح؟ يعني بده ميزانية عامة بعد كذا سنة تعمل إيرادات وفوائد أولية ينتج عنها مال لسداد أقساط الصندوق صح؟ يعني لازم يكون بالمالية العامة في إصلاح جذري حتى تنتقل من حالة عجز لحالة فائض. هيدي لحاله قصة، هذا بيعني أنه في جملة قطاعات مهمنين عليها الشباب الزعماء لازم يشيلوا إيدهم عنها حتى تعطي إيرادات جيدة. هذه الإيرادات ترفض الخزينة العامة لتتحول من عاجزة إلى فائضة، لازم يشيلوا إيدهم عنها، من جمارك لمرفأ لمطار لرجي، لا لا ما بدك بقدر لك إياهم. كل الطيارات والأحزاب عندهم محميات بهذه، وهي المحميات لازم يرفعوا إيدهم عنها حتى تتحسن إيراداتها أو تنمو إيرادات الدولة، بحيث أنه تروح للدولة المركزية ما تروح يمين يسار بزواريب الزبائنية السياسية. إيه هون بهذا الإطار قد يكون الصندوق حيضغط عليهم، بده فلوسه، منين بدك تجيبوهم؟ بدك تجيبوهم من قطاعاتكم، يعني قطاعاتكم بدها اصلاح، يعني الايرادات اللي عبدكم تعملوها لازم تزيد، ويعني لازم ما حدا يحط ايده بالصناديق تبع هذه الوزارات والمجالس والهيئات والى اخره. من هيدي الزاويه يمكن الصندوق يراقبهم. طيب بده فلوسه. بس انا السؤال انه من هيدي الزاويه نفسها ساعتها فيهم الشباب نفسهم اللي فجروا خطه التعافي الاقتصاديه، فجروا خطتهم نفسها لحتى ما يضطروا يذهبوا باتجاه هذه الاصلاح. حنروح على مزيد من البؤس وحنروح على عنف اجتماعي، لانه بالويلات يعني من الناس ناطره هلا شو. اوكي الناس عدت على جرحها انه فقدت 80% من قدرتها الشرائيه او اكثر او اقل. والناس المودعين عدوا على جرحهم بانتظار حل ما مش هيك، والمستثمر بيقول لك هذا البلد انا مش حاستثمر فيه لا بانتظار شو يصير من اصلاحات. يعني أصحاب الرواتب، المودعين، المستثمرين، الشركات على أحجامها المختلفة بحالة ستاند باي صح؟ صحيح. إذا هني فجروا خطتهم، إذا بقوا كل هؤلاء ذكرتهم ساكتين، في مشكلة، في مشكلة كبيرة. إذا أصحاب الرواتب بقوا ساكتين وأصحاب الودائع بقوا ساكتين والمجتمع الأعمال بقي ساكت،
في مشكلة كبيرة. كله كرمال شو؟ كله كرمال حتى ما البنوك تحط رسانيل جديدة على الطاولة، مش هيك؟ هي هون بدي فوت معك على النقطة الثانية، ولكن قبل ما أنقل على النقطة الثانية اللي مرتبطة بالقطاع المصرفي، في سؤال هون. البعض يعتبر أنه هذه الحكومة دورة الأساس جاية تعمل انتخابات نيابية، وهو ما تعهد به أيضا رئيس الحكومة. هلأ بيلتزم فيه ما بيلتزم فيه هذا نقاش آخر، ولكن هو الأمر الذي تعهد به على الأقل. طيب، في مين بشوف أن المفاوضات مع صندوق النقد أولا وضع خطة بده وقت، ثانيا الذهاب إلى هذه المفاوضات والدخول إلى بشكل جدي بده يأخذ وقت، وبالتالي نحن هذه الحكومة لن تصل إلى أي برنامج مع صندوق النقد. لا، هو ما في تعويل أصلا، هني عارفانين وحتى يعني المتابعين بيعرفوا، ما في تعويل انه يحصل اتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات. ما حدا عنده هذا الوهم، الا اذا حصلت معجزه، وطبعا هودي مش شباب المعجزات، يعني هودي شباب التحايل والترقيع وتمضيه الوقت، يعني شكل الحكومه هيك بيوحي. طبعا حدا بيقول لك ليش عم تحكم عليهم سريعا، ما يعني تقريبا ما هو معروف صعب نكون من جماعه تعطون فرصه، يعني صعب. بالتالي حيعملوا انتخابات وبدهم يعجلوا البطاقة التمويلية، وعندهم هالمليار ومئة مليون اللي اجوهم من حقوق الصحب الخاصة، وطبعا في ماكرون وعدهم ب 300-400 مليون، يعني خلينا نحكي عن والأمريكيين بس من خارج الحكومة، وفي الغاز من مصر، وفي الكهرباء من الأردن، وفي النفط من 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 العراق، وفي مشتقات من إيران، وإلى آخره وإلى آخره. ففي جملة رهانات على أنه نعدي من هون للانتخابات بالتي هي أحسن. ولكن هذا ما بيلغي أنه الاستحقاقات تبقى نفسها بعد الانتخابات. اليوم نحن على فكرة مش بس اللبنانيين ناطرين انتخابات، حتى المجتمع الدولي طبعاً. انه بيقول لك بركة تغير وجوه جوهرية بهيدي التركيبة نقدر نحكي مع لغة تانية. طبعا ما بأول زيارة اجى فيها إيمانويل ماكرون على لبنان من بعد بستة آب تحديدا، قال واجاب على سؤال صحفي انه ما انتم هول انتم منتخبين، انا مع مين بدي احكي؟ بالضبط. وبالتالي ماكرون اليوم طبعا هو بعشية انتخابات رئاسية، واليوم هو اكل بوكس على راسه على وجهه من الامريكان. يعني مثلا اعطيك سخريه القدر، كان في رهان انه يجيبوا جنرال الكتريك للكهرباء حتى يرضوا الامريكان. فبعد ما طبعا هذه الحكومه برعايه فرنسيه كانت عم تفكر تجيب الامريكان يعملوا كهرباء حتى التوليد جنرال الكتريك، نذكر الموضوع. يعني هلا اذا راحت هذه حكومه نقاط تلزم لجنرال الكتريك الكهرباء وفرنسا الأمريكية وماكرون أكل بوكس من الأمريكان، يعني شوفي من المشهد نحن واقعين فيه. طبعا هذا تفصيل، يعني حتى أقول لك قديش في ارتهانات وقديش في رهانات على الخارج. الخارج يعول على الانتخابات تعمل 10-15-20% من تغيير بالوجوه حتى يقدر يكون عنده أنترلوكوتور محادثين إلى جانب هوديك. هل يصح الرهان أو لا؟ يعني هذا طبعاً عم تنصرف أموال هائلة، خلينا نكون يعني على بينة. أموال هائلة من الخارج أصلاً؟ إيه، على NGOs ومواقع إلكترونية ومجتمع مدني ومساعدات عينية وتقنية. بس ما هو هون السؤال بيصير أنه يعني للأسف هو المشهد هيك، أنه بتجي هذه المنظومة السياسية تتهم الNGOs والمجتمع المدني أنه أنتم تبع سفارات، بس أنه بس أنا عبالي بس أعرف أنه مين من هذه الطبقة السياسية ليس مرتهن لدولة خارجية، وبالتالي عم تتهموا الشخص وليس تبريرا، بالعكس. بس قصدي ما كلكم مثل بعضكم. أول شيء هذه الطبقة السياسية مش بس مرتهنة للخارج وبتجيب فلوس من الخارج، نهبت صناديق الدولة. نحن اليوم بسبب هاي الأزمة، بسببهم، بسبب ممارساتهم. وهذا البيان الوزاري نهبت مصريات النقابات، يعني مش مثلا من بقي ربعة، يعني الضمان الاجتماعي 400-500 ألف مضمون صاروا بالهوى تقريبا، لا ضمان صحي كما يجب ولا تعويضات والوزارة كما يجب. فإنه عم يتهموا شوية مجموعات إجاها تمويل من مؤسسات سواء اتحاد أوروبي أو مؤسسات أخرى أو يعني كمان كنسبة وتناسب، لا بيضلوا الطغمة السياسية بما لا يقاس يعني أكلين البيضة والتأشيرة الخارجية والداخلية. طبعا بدي أنقل معك على النقطة الثانية بالشق الاقتصادي بالبيان الوزاري، وهي المتعلقة تحديدا بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم. كان في رفض تام خلال النقاشات بالجلسات اللي تمت لمناقشة مسودة البيان الوزاري لا اعتماد عبارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. نعم. الحجة أنه تفقد الثقة تماما، يفقد هذا القطاع المصرفي الثقة تماما من قبل الخارج طبعا.
شو يعني وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي؟ هل هو عدم إقرار بالانهيار ضمن هذا القطاع؟ قلنا هذه حكومة التحايل على الحلول أو على الأزمة وبالتالي على الحلول. شو في تقرير صندوق النقد تحكي عن إعادة هيكلة الجهاز المصرفي؟ تمام. آخر تقرير للاتحاد الأوروبي من يومين ثلاثة بيحكي عن إعادة هيكلة الجهاز المصرفي. تقارير وكالات التصنيف الدولية S&P, Fitch, Moody's عن شو بتحكي؟ إعادة هيكلة الجهاز المصرفي اللبناني. الجهاز المصرفي المقصود فيه مصارف وبنك مركزي والمصرف المركزي. كل المؤسسات المالية الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد واضحة بالنسبة لهم. فهنا عن أي ثقة عم يحكوا؟ بشو عم يتحججوا؟ بشي مفقود تماما؟ هن بدهم يفترضوا أن القطاع المصرفي مش مفلس لأنه إله 80 مليار عند مصرف لبنان، فلازم يردها 80 مليار مصرف لبنان. مصرف لبنان بيقول لهم للحكومة إيه في 80 مليار أنتوا لازم ترهنوا لي أو ترهنوا للبنوك إيرادات المرافق أو المرافق نفسها أو تبيعوا أو لقولكم حل مع الذهب. مش هيك هتصير بالآخر؟ ما هو رهن أصول الدولة والذهب. يعني شو المخاطر اللي جاية؟ حتى مخاطر هذه الجملة، أول شيء إعادة الهيكلة حيث يلزم حطوها كأنه لزوم ما لا يلزم، أنه ما في شيء ما في داعي. ايه حيث يلزم، مش أنه هو القطاع كله. لا حنرجع نرجع على ذكرى، ما حدا حيقبل معه أن يضلوا 50 بنك. الاقتصاد صار هالقد. يا ريت 50، أكثر من 67 تقريباً. في بنوك استثمار وفي بنوك تجارية. الاقتصاد كان 55 مليار صار 20 مليار. فيعني إذا حفظتي على 50 بنك هودي لمين بده يشتغلوا؟ يعني على مين بدهم يخدموا؟ كيف بدهم يحققوا ارباح؟ اصلا هودي ما انتشروا مثل الفطر الا لانه كانوا عم ياخذوا فوائد دين عام، لانه كان في قرار انه يكون هذا الاقتصاد قائم على قطاع مصرفي كبير بيعطي فوائد مش على الصناعه ولا على الانتاج. قبل هيك هن عايشين على البقره الحلوب اللي اسمها فوائد الدين العام اللي احصيت من التسعينات لليوم بتقريبا 85 مليار دولار دفعوا فوائد على الدين العام. هودي وين راحوا؟ راحوا للبنوك وكبار مقرضي الدولة، صح؟ طبعا. هيدي التراكم الهائل للثروة اللي بالطريق انقش، يعني حصل قش للكريمة وراحت برا، مش هيك صار؟ فموضوع مهما تحايلوا على الموضوع حيجي حدا يقول لهم من الدائنين من البيوغ دفون، يعني من الممولين الكبار، انه هذا القطاع كيف بده يعيش؟ اكيد انتم بدكم قطاع مصرفي ولازم ينتعش، لأنه ما في اقتصاد من دون ائتمان سليم وإيداع سليم. بس هودي الخمسين بنك انتهى دورهم، كانوا عايشين على دين عام، واليوم أنتوا بمرحلة جديدة من الدين العام، لأنه أنتوا بتعملوا خطط لاستدامة الدين العام بحيث تلجموه تحت 100% من الناتج. فإذا ما عاد في ضرع حلوب لكل هو، عشو بيعيشوا؟ طيب بس هون باللي عم تتفضل فيه، يعني لازم يقل عددهم، هذا قصدي، يعني لازم ينزلوا طبعا، يصير بقدر حاجه السوق لهذه المصارف بالضبط، يعني نقطة. 5 6 7 يعني باعظم دول العالم عندهم 14 تركيا قديش فيها؟ تماما 14 يعني بس في ايه، فانه في ارقام بسويسرا بكل دول العالم حتى الدول اللي تعتبر مصرفيه. قلت لك ليش انتشروا لانه في ضرع من درع الفوائد الدين العام كله عم ينهش منه. ما ليه عم تتفضل في حضرتك وعم تحكي عن انه حتى صندوق النقد يتحدث عن ضروره اعاده هيكله هذا القطاع؟ طيب اذا نحن على هذه العباره اللي هي وارده بالبيان الوزاري وصار في معركه عليها انه لن نذهب الى اعاده الهيكله، يعني نحن عم نفجر هذه المفاوضات قبل الوصول اليها. هلا قد تنفجر وما عندهم مصلحه تنفجر، وقد يتحايلوا على الصندوق والصندوق يلاقي طريقه ما انه هو شو بدنا نعمل معهم، هن شايفين هيك، مجتمعهم قبلنا هيك، نحن كل اللي علينا نعمله اذا اعطيناهم 5 مليار نعرف كيف نستردهم، مش هيك؟ فيروح حيكون الصندوق انتهازي، حيطلع من الجانب الاصلاحي بين مزدوجين للجانب الانتهازي، نحن حنعطيهم 3 4 5 مليار. هن كيف بيردوا اموال المودعين، كيف بيصلحوا اقتصادهم، نحن بهمنا يعطونا شيء مقنع لنا انه نرجع نسترد هال 5 مليار. ممكن بكره يقولوا لهم اعطونا 5 مليار برهن الذهب، ساعتها صندوق النقد اخر همه شو بيصير بالليره، شو بيصير بالمودعين. بس ممكن نوصل لهذا المشهد الابوكاليبسي يعني هالقد؟ ايه ما هو اليوم انه حتى صندوق النقد ممكن يوصل لهذا المكان، او بيقول بكل بساطه لا خلص انه ما بعطي القرض هالقد حاجه. شوفي اليوم وقت بيقول لك حقوق المودعين يعني مصانه مدري مصونه، وانه حمايه حقوق المودعين هن عارفين شو عم يقولوا على فكره.
نحن بنضحك بس هن يعني اليوم عم يحكوا عن المودعين الكبار عم يحكوا عن أول ليلة أول شيء ليلة الودائع وبعدين عم يحكى إنه مصرف لبنان عنده خطة لسندات perpetual bonds يعني اللي هن سندات العمر بمعنى عندك 100 مليون بيعطيك سند مدى العمر فيه وبيجيك منه عوائد فوائد perpetual bonds بسموه هذا شو بيعني بيعني إنه بد ما تكون حل الأزمة بالهركات المضبوط 4-5 سنين بتاخذ معنا كل العمر هيك رايحين هني على فكره ولذا وقت قال البنك الدولي انه انتم اذا كفيتوا هيك بدكم من 13-19 ولذا وقت اللي كنا عم نقول من شوي اذا كفوا بالطريقه نفسها لتذويب ودائع دولاريه بدهم 13 سنه فعمليا هني رايحين على الحل الطويل المدى يعني المعمسه دعس الأمور بالتدريج. طيب في بعض نقطتين أساسيتين بدي أحكي معهم أيضا من ضمن البيان إقرار قانون الكابيتال كنترول غصبا عليهم بتعرفي ليش؟ لأن الصندوق بس يحط دولارات بده يضمن أن هذه الدولارات ما تتسرب لبرا مثلا أوتوماتيكلي قد مهما أجلوا هن الشباب لأنه هن عم يستفيدوا من إخراج دولارات اللي هو بعده مستمر لهلأ يعني في ناس بتفكر انه صار بس لا من بعد 17 تشرين وهو لهلأ بعده مستمر الصندوق وقت اللي بيدخل اول قسط لازم قبله يكون في كابيتال كنترول ولازم يكون طبعا الصندوق بيعطي كمان نصايح وبيضغط باتجاه ضغط الاستيراد اكثر بعد يعني نتوقع انه الاستيراد ينضغط بعد اكثر علما انه هو تلقائيا انضغط ثاني هلا انا في هون سؤال ليش يعني رجع شوي في نمو على فكره ارقام الاول 3 شهور بتعطي مؤشر انا ما فهمته رجعت الاستيراد ينمو بتعرفي ليش شريحه المستهلكين الميسورين صارت رخيصة عليهم السلع الفاخرة أول شيء جمركة على الليرة أصبحت لا شيء وإني مداخيلهم دولار هذا ما يزيد الفجوة بين ضمن المجتمع لذا في فرصة هون ذهبية للحكومة تضرب جمارك عندها يعني اللي بيجيب سيارة فاخرة عم تضربوا جمارك على الليرة ماشي ضربوا أضعاف مضاعفة اللي بياكل كافيار وبدخن سيجار ضربوا اضعاف مضاعفه وبالدولار مش بالليره كجمارك ورسوم انت عندك مطرح حقيقي لتعمل ايرادات تركين وليش لانه هم بدخن سيجار وهم بيستهلكوا الكافيار وهم اللي عندهم سيارات الفيرها وهم اللي عندهم الدليكس كله بس قصدي اقول لك حتى تمنعي تسرب الدولار كثير لبرا بالاستيراد في مطرح ضريبي أو جمركي فيك أنت تعوض هذا التسرب بإيرادات للجمارك من على السلع الفاخرة التي يستهلكها الميسورون والأغنياء وإلى آخره. من أيضا ضمن النقاط يتحدث رئيس الحكومة عن معاودة المفاوضات مع الدائنين. دائنين نحن عم نحكي عن جامعة اليوروبوند. نعم. ليه البعض بيسأل أنه ليه لحد هذه اللحظة لم يتحرك هؤلاء في المحاكم في نيويورك علما أنه نحن متخليين يعني ماضين متخليين عن سيادتنا أنه حاكمونا بنيويورك. ليه لحد هذه اللحظة البعض يسأل أنه هؤلاء لم يتحرك؟ أول شيء المبالغ منا كبيرة. يعني بعكس اللي حدا يعني في كان في 13-14 بحوزة البنوك بيعوا منهم بأسعار زهيدة بقي منهم 8 أو 8.5 لبنوك لبنان الباقي اللي هو لحدود ال 34 مع فوائده 34 مع فوائده اللي هو إجمالي اليوروبونز اللي حاليا عم يتم تداوله ب 11 أو 12 أو 13 سنت بالعالم وأعطيك معلومة في كلام اليوم أنه محفظة رياض سلامة ال 5 مليار عم بده يحاول يبيعها وهون في خطر بالموضوع كيف يعني؟ بتعرفي مصرف لبنان حامل 5 مليار طبعا طلعت اليوروبونز من 11-17 تفاؤلا بالحكومه يعني وفي كلام انه اذا قدر يبيعها ب 25 او ب 30 سنت حيبيعها ويجيب مليار وبده يكيشها نظريا ايه ليش لا لانه هي اصلا هالكه بيقول لك هي بس هي حتعزز من يحملها بقوه تفاوضيه ضد حكومتك مثل ما حصل مع أول مرة وباعوا للصقور الفند الصقور اللي هن جمعوا بإيدهم هلأ من يملك السندات برا قياسا بمحفظته الإجمالية هي لا شيء 0.0001 وآخذ منها أوريدي فوائد وبيعرف إنه شو ما عمل مع لبنان وبيعرف إنه لبنان هو تحت هيدي المظلة الأمريكية الفرنسية الإيرانية مش عارف شو يعني بيعرف إنه وضع ممكن حدا يقول له وخر يعني سهل حدا يقول له ما ترفع دعوة يعني فهو تركها
أو بانتظار أنه يصير أكثر من 13 سنة مثلا. إيه وبعدين هو كمان كان مثلنا ناطر إيه مثلا كان مثلنا ناطر أنه ما في حكومة يعني مثله مين نحن كنا ناطرين وهو كان ناطر هلأ من اعتباره من اليوم بطل هو ناطر صار بده حكومة تقدم خطة لصندوق النقد على أساسها يرجع يتفاوض مع الدائنين. طيب بدي أنقل معك أخيرا على الشق السياسي من هي ضمن الإصلاحات الاقتصادية اللي تحدثت عنها هذه الحكومة، ولكن هذه تحديدا تدخل في الشق السياسي اللي هو العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة. بس أرأى هذه الجملة رئيس الحكومة قال العمل على إقفال المغابر غير الشرعية إن شاء الله، هي ما بتصير أنه بمعجزة إلهية. هل هي محاولة للقول أنه يصعب التحكم بهذا المكان؟ أول شيء الموضوع مش جديد، موضوع سياسي أمني قبل ما يكون تجاري، وبالتالي معظم اللبنانيين بيعرفوا قديش صعوبة هذا الموضوع. ثم نيجي للشق التجاري من الموضوع، طالما في فروقات أسعار بيننا وبين سوريا حيضل في حدا قادر عبر السلسلة الشرقية أو من شمال لبنان يهرب. فإذن هي مفاضلة سعر، أربيتراج بيسموها، وين السعر أفضل للمهرب فبيهرب. فهي سياسية أمنية جيوبوليتيك ثم تجارية ثم فوضى. طيب أنا حقول لك شيء تاني، يمكن يكون صعب السيطرة على المعابر، هل صعب السيطرة على سلسلة توريد تجارية من المرفأ للسوق؟ هتسأليني كيف بتفوت البضاعه على المرفأ؟ اول شيء في هلا قضيه عشرات الموظفين كانوا يفوتوا على الاخضر والاحمر اذا بتعرفي من دون جمارك، هذه الى سنينها، حتى القاضي قال ما بعرف قديش تقديرها لانه الى سنين قد تكون بمئات الملايين. هذه اول وحده. شو تغير بالمعابر؟ وين السكنر؟ هذه اول شيء. طيب لنفترض دخلوا الجمرك وكل شيء، بين الكلفه زائد الجمرك زائد هامش الربح اللي هو 5% وسعر السوق بتعرف قديش الجاب؟ 70%. عم بحكي متوسطات عامة، يعني ما يتكلفه التاجر بالاستيراد ثم زائد النقل ثم زائد الجمرك اللي أصبح زهيد حاليا ثم زائد الرشاوة، طبعا معروف أنه بطعمه فلان وفلان بالجمارك وبالوزارات المعنية والآخرة، كلها ككلفته تبعها هيدا قارنيها وزيد بتضيف لها 5% ربح المشروع، افترضي 7 قياسا باسعار السوق بالمتوسط، بالمتوسطات العامه طبعا في 30 في 150، في دراسه بتقول في فرق 70%. بمعنى اذا كانت السلعه لازم تنباع ب 1000 عم تنباع ب 1700. مين الفرق اللي عم يدفعه؟ المستهلك. طيب خليه يبلشوا بالرقابه هون. بقول لك ايه ما وزاره الاقتصاد ما عندها مراقبين، وظف مراقبين، اعمل داتا، اجبر المستهلكين على كشف الداتا تبعهم، المستوردين يكشفوا كل الداتا بابليك تكون على الشاشات، شو كلفتك شو كلفة نقلك، وروح انت تأكد من مصادر الاستيراد شو الكلفة. بطل في أسرار بالعالم على فكرة، ما في أسرار بالتجارة. بفرنسا في مجلة أو موقع اسمه 50 مليون مستهلك، بتفصيل التفصيل على سنت اليورو بنعرف بين هون وهون، والهوامش مضغوطة مش 5 مضغوطة 3 و4%. يعني التنافس بين التجار على 3 4 3.5%. ما في أسرار، ما في شيء معميات مخبيات حتى حدا يقنص حدا 70%. نحن متروكي للفوضى فكرة بشكل مقصود. طبعا ما هي هيدي الفوضى المنظمة بالنسبة لهم، لأنه ما بدهم دولة مركزية، بدهم ائتلاف طوائف مزارع. الدولة المركزية فيها تضبط هودي كله، بس اذا راحت تضبطهم ما هودي عنده الديوان اللي بروح عليه، هو هذا التاجر الكبير على ديوان مين بفوت مع مين بيتقاسم؟ خلينا الامور من الامور مثل ما هي. يعني كبار التجار المستوردين اللي ما حدا في يقرب عليهم على ديوان مين بفوت؟ على ديوان الزعماء صح؟ طبعا. ومع مين اصلا ما كان بهذا الموقع لو ما هو ظلم هؤلاء؟ بدليل انه مش انه ضربوا وهربوا، في لهم اصحاب وكالات عقود وعقود، فبالتالي هن حمايتهم مؤمنه على طول الزمن. بدي اختم بموضوع اخير للحديث عنه، واللي هو مقال حضرتك نشرته ب 180 بوست بعنوان سعر صرف الليره اللبنانيه عصفور بالايد وعشرة على الشجره، بتتحدث فيه عن هذا التراجع لسعر الصرف. هل برايك سيستمر؟ لانه في ناس وقد ما بتحاول تقول لها انه لا بده يرجع، انه بالمنطق العام بده يرجع يطلع سعر الصرف، بيقولوا لا ما تشكلت الحكومه هيك. هل حنضل عم نشهد هذا الانخفاض برايك؟
شوف في جرعة تفاؤل شفناها انعكست وفي صدمة إيجابية لازم تعملها حكومة مئاتة، ما بعرف إذا بتعملها. هذا كلنا بعدنا بالشكل وبالتحضير العام، بس بالريل بصلب الموضوع الناس لازم تعرف شغلة شوي معقدة بس لازم تكون بسيطة بالنسبة لذهن الناس. في شيء بسموه ميزان مدفوعات، ما يدخل للبنان من دولارات وما يخرج منه. إلى اليوم غالبا ما يخرج هو أكثر مما يدخل. طبعاً هذا بفسر نظرا للاستيراد الاستيراد وعدم وجود كابيتال كنترول وإلى آخره، مش هيك؟ فبالتالي ما يدخل أقل بكثير مما يخرج، بدليل احتياطات مصرف لبنان عم بتدوب أو عم تتناقص، مش هيك؟ بس تبلش احتياطات مصرف لبنان تتماسك ثم تصعد، إيه ساعتها فينا نراهن على نزول سعر الصرف. ولكن هذا أمر بعيد جدا. لا يفترض إذا عملوا اتفاق مع صندوق النقد، طبعا أول شيء المليار هودي، بس ما في الخسائر اللي موجودة ورازل. تمام، هو مترابط، أحسنت القول، هو بدك سلة كاملة مترابطة. موضوع سعر الصرف ما له علاقة بجانب واحد. ميزان المدفوعات لا يستقيم إلا حدا يساعدك فيه، إذا ما قدرت أنت ساعد صندوق النقد بيساعدك. هو بيمول حتى يعمل لك البالانس صندوق النقد، بس تعمل البالانس بقول لك أوكي حرر السعر وخليه مرن. من هون لوقتها بعدنا بالضباب، مين يملك قدرة مالية دولارية كبيرة يلعب بالسوق؟ سؤال كبير هذا. مين عم تلمح؟ مين عنده دولار كبير بالبلد؟ هل تقصد مثلا رئيس الحكومة؟ لا رئيس الحكومة ما بيعرف بالدولار. في مجموعة تجار كبار أو خلينا متمولين كبار عندهم قوة ضاربة بالدولار. مش لأنه أنت معك 200 دولار وأنا معي 150 فين ضارب بالدولار. في حدا عنده 5 مليون 10 مليون وما فوق، صح؟ وقادر يلعبهم يومين ثلاثة ويربح فروقات، صح؟ صحيح. هودي أسرار يعني مش ما حدا بيعرفهم؟ يعني هل قد غابة إنه ثمت ميارة أصلاً بتسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودغري بدء الانخفاض بدون بشكل غير مبرر؟ كان هذا الشيء اللي عم بيصير، إذن لازم يخفضوا ليرجعوا بعدين يربحوا. إذن مصرف لبنان اللي هو تقريباً استفاد أو الدولة استفادت أو نحن نسبياً استفدنا من هبوط الليرة، لازم نعرف مين اللي قادر يضارب. طيب. ونمنعه يرجع يضارب علينا بالعكس. السؤال هون الموعد لنرجع نشوف هذا سعر الصرف عم يرجع يرتفع بشكل هائل، هل برأيك هو موعد رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي؟ يتوقف على قديش قادر مصرف لبنان يعطي لمستوردي المحروقات دولار. إذا التزم هو يعطيهم وحيكون في نزيف إضافي. طبعا. لأنه هو التزم مع تجار المستوردي الأدوية المستعصية، بيلتزم معهم بكذا 100 مليون. إذا التزم مع تجار المحروقات مستوردي المحروقات أنه هو يعطيهم دولار، بينضغط يعني سعر الصرف ما بيتحرك كتير. إذا تركهم يروحوا على السوق ساعتها بده يرجع، بدهم يطلبوا من السوق يعني، صح؟ فبالتالي حيصير طلب دولار، حتدهور الليرة. ولكن هل الحكومة مئات تتحمل ليرة 20 و25 ألف؟ بشك يعني هني بدهم يمرقوها من هون للانتخابات، فحاليا صيغة ما يقدروا يأمنوا كذا 100 مليون، مش عارف قديش هني أمنوا تقريبا من هون لآخر السنة 12 ساعة كهرباء مجالين دفع، البنك الدولي بيمول، العراق بياخد ليرة، وحزب الله ما بياخد كل السعر من السوق ناقص مش عارف قديش، يعني تركيبات. ولو أنه هذا كله مش حل يعني، فمن هون لآخر السنة في 12 ساعة كهرباء بيبقى، وحنعطيهم هالمية دولار، بيبقى أنه الليرة ما تدهور أكتر لأصحاب الرواتبنا أنه نقدر نضبطها. هون في معادلة أنه يقدروا يأمنوا دولارات لمستوردي المحروقات، بتزبط معهم أو لا؟ أنا برأيي ما عندهم مصلحة يرجع سعر الصرف يدهور بقوة. حكومة نجيب مئاتي مش جاية لتشوف 25 ألف و30 ألف لسعر الصرف، إلا إذا انفجرت الحكومة من داخلها بهيدي التركيبة المتفجرة فيها مولوتوف. طبعاً بيكفي فيها مولوتوف، بيكفي نسمع باسيل شو بيقول، بيكفي تنظر على كيفية تشكيل هذه الحكومة. إيه، وبيكفي نعرف إنه في رجل المصارف أو رجل البنك المركزي موجود، وبيعرف، بيكفي نعرف إكس واي زد. فيها كوكتيل متفجر مش متوافق على التوجهات الاستراتيجية المالية. سيبك من السياسة، زينا من السياسة، نحن عارفين انكم بتتناطحوا، بس هل انتم تتفهمتوا على الفباء الخروج؟ انا ماني شايف. انا بدي اشكرك الصحافي والكاتب في موقع 180 بوست منير يونس على هذه المقابلة. الشكر موصول اليكم مشاهدينا، القاكم في حلقة الغد، الى اللقاء.